بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن حط في بالك كل الأنبياء عليهم السلام احنا أتباع لهم، ماذا ماش واحد خذي لا، حتى المقتول أمثال سيدنا زكريا ولا سيدنا يحيى عليهم السلام كانوا من المنصورين أنهم التحقوا بالرفيق الأعلى في جنة نعيم. إذن النصر دائما حليفون، والخزي والعار والخيبات المرة لكم يا معشر المنافقين ويا معشر الجبنة يعني الجبن ألف بين قلوبكم نتنة، أنتم في نتنة لا يمكن أن يتصور عاقل، أنتم نتنة لكم ببالكم تفوح منكم رائحة طيبة أو عملة هنا أو عملة هنا أو عملة هنا في بالك جملة روحة ولا جميلة. هذا صنيع من هو قبيح بالداخل، فبكي يخدع نفسه وغيره يزين، وإحنا نعرفوها في المثل العامي يمزين من برا شحالك من داخل، وعرف الداخل نتاعهم هذايا بغض الإسلام وتربص بأهل الإسلام. ولكن هؤلاء ربي وعدهم المحق والنكسات والحسرات والنيران بأنواعها دنيا وحياة والحياة البرزخية والحياة الآخرة والسلام.